في مدرسة الفاشلين قليلا، السلام دائما يعم الأجواء. وجع، ليش وجهك قبيح كذا؟ عيوني قاعدة تعور لي. أرجو أن تمسكين لسانك وتعرفين مع من تتكلمين. دعونا نذهب إلى الساحة حيث يعم السلام والهدوء، نتمنى الركلة القاضية اللي تخليك تنسى كلمة سر إيمالك، ويرسلون لك رسالة فيها كلمة السر الثانية وتنساها بعد. أنا عندي إحساس إني بموت قريب. إحنا فرقة الكيبوب حقت المدرسة اللي بتكسر الدنيا. كيف نكون فرقة كورية وحنا مو بكوريين؟ إلا صديقة أمي كورية، نسيتي؟ إيه صح، والله إني غبية. إيش رأيكم نسمي فرقتنا قلوب مكسورة تحت الإصلاح والترميم؟ الله حلو، قصة حياة هذه مو باسم. الضربة الساحقة الماحقة اللاحقة اللي تدمر كل شيء قدامها. سبحان الله، الكرة لها دقيقة متعلقة في الهواء. الحمد لله، أخيرا راح الصداع. من الخنزير اللي وسخت ملابسي بالطين؟ لا تتحركين، لا تتحركين، النجدة جتك. أنا أعرف أحسن طريقة لإزالة الطين. ما يحتاج تشكريني إذا راحت البقعة، وصح لا تعلمين أحد عن خلطتي السرية. كراعين، سأديري بسرعة، حياتي بخطر. تمت إزالة القمامة بنجاح. خير، هذا الجزاهة تحاول تساعدك. لحظة، أنت صديقتها صح؟ مو بمرة مرة، يعني على حسب. يا عيلة وكراعين، لا تنزلوا مستواكم لدول البزورة، إحنا أوطى من كده. تخلين صديقتك تفزع لك يا دلوعة؟ إيه، ما بيوسخ يدي والمس وجهك. والله وجهي أنظف من وجهك، على الأقل أغسله كل سنة مرتين بفيري. صح، إن ذا مو بوجه. تعرفين شهارة، أنت بالذات ما أطيقك، تحسبين نفسك شيء وانت ولا شيء. يعني انت قاعده تكلمين ولا شيء؟ يعني انت مجنونه. تقصد انها من اول مره شافتك ما حبتك لانك مزعجه وريحتك بليله بالكمون. شكرا على الترجمه يا مترجم جوجل. بعدين ترى والله شفنا اظافرك خلاص. هي خليكي محترمه، لا افقع عيونك الثلاثه بيها. من جد يا هديل، عيب، شنو الاسلوب؟ ارتقي، نسوي خويتنا نفوجك بس. لا انا مع الحق بس. برات، اجتماع طارئ بسرعه. من ذول البنات يا هنوف؟ هذول شله المسعورات. على هي الذكيه ولطيفه، هي العاطفيه، وكراعين هي القويه. مستحيل يفشلون في اي شيء يسوونه مع بعض. قررت انهم يكونون ضحيتي الجديده، ايش رايكم؟ على راحتك. ايش السبب؟ لين سمعتهم يحشون فينا قبل شوي، شكلكم ما سمعتوهم. ايوه ما سمعت حاجه. قليلين الادب، احسهم صيده سهله، تبون نتنمر عليهم؟ اللي تبغين. صراحه شيهانا مره بنت شوارع ولازم نأدبها. اتفق. وش تقترحون نسوي؟ ايش رايك نتمسخر على لبسهم؟ ما ادري لو انتم ملاحظين، بس ترى كلنا لابسين مريول. اي والله، فساتينهم زينا، في كل حاجة يقلدونا عامة بعينهم. لا حول، المهم اسمعوا، نتنمر عليهم وناخذ مصروفهم كل يوم، فاهمين؟ خلاص اللي تشوفينا من اليوم يا الظريفات، بخلي حياتكم بالمدرسة جحيم. تقصد انها بتتنمر عليك وحتى اخر السنة؟ نهايتكم قربت. تقصد انه نهايتكم قربت. هاتي تسكتين شوي. يما خرعتني، صرخ صرخ بعد اكثر عشان اخاف. يا سمع علي، يلا يلا ترفعين صوتك على عمتك علا. نورا، بتساعدين صديقاتك؟ لا، اصلا شكلهم يمزحون مع بعض. نورا ساعدينا. انت خويتهم، العقاب يشملك. يلا كل واحدة تعطين فلوس فسحتها. خير، ما تدرون ان التنمر ممنوع يوم الاحد؟ وبعدين انا الوحيد اللي مسموح تنمر على طالباتي. خذ ربع فلوس فسحتهم وسوي نفسك ما شفتي شيء. تشترين صمتي بفلوس؟ انا اخذت عهد على نفسي لما صرت مدرسة اني ما اقبل رشاوي. زين، خذي نص فسحتهم. اوكي يلا باي، لو احتجت مساعدة علموني. اتوقع بكرة بينسون موضوعنا، لا تخافون. شفت شو قلت لكم، مهرجين وانترلاد بينسون موضوعنا. اصلا انا مو بقاعدة اتوازى، قاعدة ادورهم عشان اصفقهم. ايوه كيف ما يتصفقين، علميني بسلاك، كيف عرفوا مكاننا؟
دا لحقنا شعر نورة ودلنا عليكو. نورة ما ودك تسجلين بالتبرع بالأعضاء وتتبرعين بشعرك؟ يلا خلونا نبدأ التمارين. لما نستشهد بنروح الجنة. نساعد نورة. ما أدري شكلها مستانسة وهي تلعب معهم، لا نخرب عليها. شبر يا أمر يا شمس نجوم كواكب هوا نلعب سوا. أقول خل نروح نساعدها بس. خل نفلح نساعد نفسنا أول. يلا الحين خل نلعب ثلج موية ونحطها بفريزر المقصف. هاي اتركوها بحالها وخذونا احنا الثنتين بدالها. وليش ما ناخذكم أنتم الثلاثة؟ إيش هذا؟ مرة كيوت، بيضحوا بحياتهم عشان صديقتهم. لحظة، ما حد قال لي الموضوع فيه تضحية بالحياة. كراعين، امسكيهم كلهم وربطيهم. لا، خلينا نحترم التضحية ونخفف التنمر على نورة اليوم. هاخدها معايا، يلا باي. ترى أنا أقدر أصفك، بس أبوي قال لي اعطفي على الحيوانات. خلص التروين، عادي أروح أستانس. ايوه خلاص يا شطورة، يلا باي باي. لا، وجهي القبيح صار اقبح. يا ربي سامحيني، ما كان بالغلط. يا ربي ايش كثر اعاني. شكل الموضوع مطول، خلينا نطلب المساعدة من ذاك الشيء بالفصل. بيندمون على اليوم اللي ولدتهم امهم فيه. قد قلنا لك يا ملاك قديش نحبك. والله يا اختي دايما افكر فيك وقد ايش انت فلة. ادري ما يحتاج تقولي لي. وقد ايش يا اختي انت طيبة وتحبين تساعدينا. لا تتحمسين. اسمعي نبيك تفقعين وجه بنت تمسحين فيها البلاط هي وصديقات. ليلي خليس انا قررت ما اتعن او اضرب اي بنت في المدرسة. ضحكتيني وانا مالي خلق اضحك. لحظة ليش طيب؟ بعد ما تهنتك يا نورة آخر مرة علمتوني درس إن العنف مو بحل المشاكل. طيب هالمرة بس نبيك تنسين الدرس وتفقعين وجه البنت. أكيد قاعدين تختبروني تبون تشوفون أرجع زي أول أو لا. إيه صح كان اختبار، الحمد لله إنك الحين ماسكة نفسك. الحين لها 30 حلقة اطعن فينا وبخلق الله ويوم جينا نستفيد منها وتصير طيبة. صح أقدر أخلي يوم متدربكم عشان تحمون نفسكم بنفسكم زيي. حماس يلا. أهلا فيكم في نادي المجانين للقتال. أول درس وش أكثر شيء تبون تحمونه؟ أخواني وأهلي أصدقائي BTS. يا شيخة BTS زلابة، بفقع وجههم إذا جو يسوون حفلة عندنا. لو رجالة فكيني وأنا أوريك شغلك. شفتوا كيف تصيرون شجعان لما تبغون تحمون شيء تحبونه؟ اها يعني هذا كان اختبار لي بس مو بصدق. لا صدق بفقع وجههم. فكوني عليها اربيها من جديد. طيب وش اكثر شيء يميزكم او مهاراتكم الخاصه؟ ريحه اباطي مره قويه اقدر اقتل فيل فيها. اقدر احبس نفسي 3 ثواني فوق الماء. انا اعرف ارقص مصري. وصح تذكرت قدرتي اشوف 20 حلقه انمي ورا بعض. السؤال الاخير، متى ناويين تدفعون رسوم الاشتراك؟ ليه خلاص هم دفعوا لي صداقتهم. وين البنك اللي يصرف صداقتهم كاش؟ اقصد التربينهم ببلاش. على كيف امك؟ ايه على كيف امي لانك امي. كلام منطقي، واصلا انا ناوية ابدأ صفحة قديمة. ابلا ابغى اروح الحمام. تبغين تروحين الحمام لازم تهزميني اول. لا خلاص ما يحتاج، سروالي لونه اصفر اصلا. انا ايش خلاني افتح نادي وادرب ذا المبزرة لو جالسة مع عصابة الاشرار ابرد. يلا نبدأ التدريب. أبغاكم تعبونهم موية وتطلعونها فوق الجبل وما تنزل ولا قطرة. ليه ما فيكيش إيد؟ حرفياً المتنمرات كانوا يرحموني أكثر. تخيلي لو BTS جو يسوون حفلة عندنا ولازم تحمينهم من المعجبات. BTS ملكي أنا بس. مطلوب منكم تسبحون 3 كيلو وانتبهوا من الحوت الأبيض. لحظة ليكون بياكلنا.
لابس هم غازلجي. في مرفع عينيك الأزرق أحلم بالبحر وبالأبحار وأصيد ملايين الأقمار. في مرفع عينيك الأزرق أركض كالطفل على الصخر أستنشق رائحة البحر. مطلوب منكم تلاكمون الصبار. ممنوع قطع الصبار في هذه المحمية. أقول خلنا بحالنا لأقطعها نصين. خلي بالك من العيال يا أبو مصطفى، أنا رايح لعند ربنا. هذا جزء من التدريب. واضح. وبعد أن تدربوا فتيات القوة لمدة 5 سنوات صاروا جاهزين لمواجهة الشر. طبعا للحين بكاني متوسط.